الآن إلى التمرين الأخير in activity book page 73. في التمرين الثاني كالمعتاد يقول rewrite the following as single sentence using a verb in the ing form. أي أعد كتابة الجمل التالية as single sentence كجمل مفردة using a verb in the ing form مستخدما أفعال في شكل ال ing. لاحظوا الجملة الأولى يعطينا إياها كمثال. يقول an Indian man correctly calculated the square root of a six-digit number. رجل هندي حسب بشكل صحيح correctly calculated حسب بشكل صحيح the square root الجذر التربيعي of a six-digit number لعدد مؤلف من ست خانات من ست أرقام. هاي الجملة الأولى. الجملة الثانية he took استغرق 1 minute 3.8 seconds استغرق دقيقة وثلاث ثواني وثمان أجزاء من الثانية. الآن سنجمعها على شكل ing form فتصبح لاحظوا هي took مع النقطة قبل أن نحذفها ونرد took إلى المصدر فتصبح take مع إضافة ing taking. يعني an Indian man correctly calculated the square root of a six-digit number taking مستغرقا. إذا taking 1 minute 3.8 seconds مستغرقا دقيقة وثلاث ثواني وثمان أجزاء من الثانية. إذا هنا taking بدل هي took. الآن الجمل لكم الجملة B ونبدأ بإسلام. جملة B an American holds the world record for sending a text message. أمريكي سجل the world record الرقم القياسي العالمي بإرسال رسالة نصية. He typed هاي أول جملة. الجملة الثانية he typed يعني كتب أو طبع a text نص من 160 حرف of 160 letters on his mobile phone على جهاز موبايله in less than a minute في أقل من دقيقة. تفضل ياسر. استاذ بنحذف ال هي والتايب بنرجع التايب بنرجع للتصريف الاول ونضيف اي ان جي وبنحذف النقطه كمان يعني بتصير الجمله an American holds the world record for sending a text message typing a text of 160 letters on this mobile phone in less than a minute. رائع شكرا شكرا لك اذا اجابه رائعه وقراءه رائعه جدا من اسلام. اذا تماما اصدقائي نذهب الى فاعل الجمله الثانيه نحذفه ومن ثم الفعل في حال كان في التصريف الثاني او في اي تصريف نرده الى المصدر مع اضافه الاي ان جي. اذا ان امريكان هولدز ذا وورلد ريكورد فور سيندينج تكست مسج امريكي يسجل الرقم القياسي بارسال رساله نصيه تايبينج طابعا او كاتبا تكست نص اوف 160 لترز اون هيز موبايل فون ان ليس ذان ا مينيت يعني كتب رسالة نصية من 160 حرف في أقل من دقيقة. الآن الجملة C A 38-year-old German إذا ألماني الجنسية وعمره 38 عاما setting a cycle speed record سجل رقم قياسي بسرعة الدراجات for 100 meters لسباق 100 متر. جملة ثانية He traveled this distance in 12.11 seconds. إذا انقطع هذه المسافة في 12 ثانية و11 جزء من الثانية. نعم يا محمد تفضل. محمد حمود نحذف النقطة والفاعل هي والإيدي من travel تصير traveling. ممتاز رائع رائع شكرا لك محمد. إذا traveling this distance إذا هنا قاطع عن هذه المسافة in 12.11 seconds. إذا ممتاز. الجملة D in December 1998 في شهر ديسمبر كانون الأول عام 1998 a young British man broke the record. إذا رجل بريطاني شاب broke the record for the most books balanced on the head حطم الرقم القياسي العالمي لأكثر الكتب حملاً على الرأس كتب متوازنة حملاً على الرأس. انتهت الجملة. الجملة الثانية to do this ولفعل ذلك he used the skills he had developed as a builder استخدم مهارات كانت لديه مهارات طورها عندما كان a builder
عندما كان بناء يعمل في البناء. نعم سلاف تفضلي. يا استاذ نحذف تو دو ذيس هي ونضيف اي ان جي للفعل يوز بتصير يوزين. احسنتي سلاف, اذا اجابه رائعه. اذا بدل البدايه بالجمله الثانيه تو دو ذيس لفعل ذلك, هذه لا حاجه لها كبدايه جمله. الفاعل هي ايضا نحذفه, والفعل يوجد نحذف منه الدي فنعيده الى المصدر مع اضافه الاي ان جي. اذا يوزينج مستخدما, بدل ان نقول هو استخدم اصبحت يوزينج مستخدما. اذا هنا انا جمعت الجملتين بجمله واحده بالاي ان جي فورم. He actually succeeded in carrying 62 books. حقيقة هو نجح بحمل 62 كتابا على رأسه. The books weighed, وزنت الكتب 98.4 كيلوغرامز, 98.4 كيلوغرام. سنجمع هاتين الجملتين. نعم فاطمة شقيقي تفضل. استاذ اول شيء بنحذف النقطة وبنحذف the books, والوايد بتصير ويدينج, عفوا ويينج. ويينج رائع, احسنت فاطمة. اذا ويينج هنا حذفت الاي دي مع اضافة اي ان جي. هي اكشوالي سكسيدد ان كارينج 60 بوكس ويينج 98.4 كيلوغرام, اذا حاملا 98.4 كيلوغرام. الجملة الأخيرة, an Indian man broke the world record for motionlessness. هندي جنسية حقق الرقم القياسي العالمي للموشنلسنس. الموشنلسنس أصدقائي هي تعني السكون أو الجمود, يعني عدم الحركة. motionlessness السكون أو الجمود أو عدم الحركة. طيب ماذا فعل؟ جملة ثانية, he stood still. إذا وقف still منتصبا for 20 hours 10 minutes and 6 seconds in August 1997. إذا وقف لأكثر من 20 ساعة وعشر دقائق وست ثواني في شهر آب عام 1997. الآن كيف سنجمعها باستخدام الـ ING form؟ نعم لبابا. بالجملة الثانية عنا هي stood منحذفة ومنرجع stood للمصدر stand ونحط له ing بصير standing. ممتاز رائع جدا. إذا an Indian man broke the world record for motionlessness standing still for 20 hours etc. إلى آخره. إذا أصدقائي بذلك جمعنا الجمل بجملة واحدة باستخدام ال ing form بشكل ال ing form. أنا فقط أنوه إلى الملاحظة أنه لا تنسوا أن تعيدوا الفعل إلى المصدر وبعد ذلك نضيف له الـ ING.